يا جماعة في 10 مهن حرام انك تشتغلها. اولا الكوافير، الرجل يشتغل كوافير نسائي حرام وما بيجوز، لانه النبي قال لان يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من ان يمس امرأة لا تحل له. والجرسون يلي يشتغل بتقديم الخمر او يشتغل بمعاصر الخمر كبيرة من الكبائر ما بيجوز، لانه النبي قال لعن الله الخمر وشاربها وسخيها، الى ان قال وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. والرسام يلي يرسم او ينحت ذوات أرواح حرام وما بيجوز، لأنه النبي قال في صحيح مسلم كل مصور في النار. والمطرب يلي يغني بالأعراس على الموسيقى حرام، لأنه النبي في البخاري قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فالموسيقى حرام، فمن كلمة يستحلون أي أنها حراما وهم يجعلونها حلالا. والكاتب يلي يكتب عقود الربا كبيرة من الكبائر، لأنه النبي في صحيح مسلم لعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. والبناء يلي يبني صالات القمار والكنائس ما بيجوز، لأنه الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبياع يلي بيع الدخان والأراجيل ووصلات الشعر ما بيجوز. والمشعوذ يلي يشتغل بالسحر والشعوذة كبيرة من الكبائر، لأنه النبي في البخاري قال اجتنبوا السبع الموبقات من بيناتهم السحر. والمزارع يلي يشتغل بتربية الخنازير ما بيجوز. والوشام يلي يشتغل بالوشم حرام وما بيجوز كبيرة، لأن النبي قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. فإذا كان الكلام على النساء فمن باب أولى أيضا على الرجال. هذا والله أعلم.